بدر مع المداخلات، المداخلة الأولى اختصار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الدين الإخوة المحاضرين، الأخوات والإخوات حضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نشكر الإخوان أصحاب المداخلات على العروض ديالهم القيمة، عروض فعلا تناقش موضوع حساس وخطير في حياة الإنسان. تدخلات أو مداخلات تستفزنا وتستفز فينا الحياة اليومية والمقارنة بين الحاضر والماضي في ظل شح المياه التي نعيشها. ومع ذلك فمن خلال الاستماع لهذه المداخلات وتعميق التأمل فيها وجدت بأنه بين المداخلة الأولى والمداخلة الثانية والمداخلة الثالثة خلي ديال الجمعيات، لأن هذا واحد النوع ديال الانتقال النفسي والتأثر بالواقع. أولا سيبو المان اللي بدا المداخلة ديالو وأعطانا المؤثرات ولا الواقع ديال البحر والأشعة والحرارة، ربما واحد الوقيته وليت تنعيش بأننا وصلنا للفناء سننتهي. جاو الاستثمار الفلاحي على الأقل دار واحد الأمل بأنه كاين الغنم كاين المعز كاين كذا وكاين السقي، ولينا استرجعت الروح شوية. ولكن ملي جانا الأستاذ ديالنا الباحث رجعنا لديك الأزمة، يعني أننا مشينا راه كما تيقولوا الناس بالدارجة خرتا وخير هذا على هذا الحساب. على أين ومع ذلك عندي واحد المجموعة ديال الملاحظات سأطرحها. اولا بالنسبه للسي الدكتور بولمان، السؤال ديالي مدى نجاعه الاستمطار اللي ولات تفكر فيه الدوله، لان ما ذكرتوش انا بغيت الاستمطار شنو هي الفائده ديالو وشنو هي النجاعه ديالو في ظل هذه الازمه المائيه. السؤال الثاني وهو ان المغرب باش يدخل في تقليص التسربات الغازيه شرط واحد الملايير والقناطر المقنطره ديال الملايير، واش هادوك الناس وعدوا غادي يعطيو هاد الملاير ولا المغرب هو غادي يبقى على وضعيته وما بقى الا تقلص لا والو. بالنسبه للاستاذ ياسين اعطانا واحد المعطيات حول عن الابقار والمعز، واش هاد الابقار والمعز دابا في هاد المرحله هذه ولا هذا احصاء عام كان والقرض، لان احنا اللي تنشوفوا عند الفلاحه راه دوك البقيرات اللي عندهم باعوهم لان ما بقى تفاصل ما والو، لان هادشي اللي تقول راه مزيان ملي تنسمع العدد الملايين ديال الابقار والملايين ديال المعيز تنقول اذا حنا راه ما عندنا لا جفاف لا والو، ولكن ملي تنشوفوا الواقع تلقاو بانه انا بغيت بالضبط اشنو المرحله علاش تهضر. ثم هذا المغرب الاخضر والجيل الاخضر الله يرضى عليكم حنا راه عندنا تنسمعوا غير السنه، اما المنطقه راه ما مستافده من والو. نكونوا واضحين، هذا المغرب الاخضر راه مشى لشي مناطق اللي نعم عليها الله، اما حنايا راه وصلنا غير السميه من هذا الجيل. ثم قضيه اخرى ديال هذا قلتوا بانه الري راه خصته واحد الملايين ديال الامتار المكعبه ديال المياه، ربما لبني عمير دون بني موسى، واش مثلا ولا العكس، واش ما تشوفوش بان هذا يخلق ازمه ولا صراع بين الفلاحه ولا تكون الزبونيه والمحسوبيه، علاش هادو دون هادو؟ اعتقد بان هذه السياسه شويه راه ماشي نزيد قضية سي سبيل ملاحظة، عدم حضور جمعية الماء الشارب في هذا اللقاء هذا، أنا ما غاديش نقول بأن مقلقين ولا هذا، ربما قضية التعبئة اللي ما وصلتش الأخبار ماشي قلق، لأن هذاك المقلق هو اللي يجي اليوم يطور، هو اللي يجي اليوم يناقش ويسمع هذا، أعتقد ما ربطتش بالقلق، وإن ربما الظروف الخاصة ولا عدم الإخبار بهذا اللقاء واللي خلاهم، وما هذاك اللي مقلق راه اليوم اللي يجي باش القلق ديالو. وشكرا حتى أنا وزيد شكرا. المدخل الثاني السي زكريا. أولا السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكروا جمعية وقلات على الدعوة ومجلس الجامعة كذلك. معكم زكريا اللوكي رئيس جمعية مبادرة الأفضلية الجسمية. بغينا ننطلق من النقطة اللي طرح السي حيون، أنا من المقلقين أنا جيت. المهم
بالنسبه لله غنبدا المداخله ديالي او الملاحظه ديالي مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي. واحد السؤال تيطرحوه الساكنين ديال الافولاد ديال المناطق، علاش ديما ديك القناه ديال اللي غادا لهاد الجهه فيها الماء وهاد القناه اللي غادا للجهه ما فيهاش الماء؟ واحد السؤال، القناه ديال الماء اللي غادا غادا جهه الناعيه الماء الى ذلك ديما فيها نطلق فيها الماء، وهاد القناه ديال الجهه ديما. بالنسبه للعرض ديالكم بارك الله راه مزيان، يعني مزيان، غير هو ملي كنقارنوا العرض ديالكم مع الواقع ديال الفلاح الفولاني بالاخص، يعني كنتلاقاو مع الفلاح في الفولاد زعما راه واصلين الى الحاضر، يعني مساكن صافي راه ما بقاش ما ياكل. يعني علاش اشنو هي الفائده ديال باش نجدد انا القنوات المائيه وانا ما كنطلقش الماء؟ يعني هذا سؤال. بالنسبه للجمعيات، الجمعيه كذلك راه ديال الماء كتحتاج تكوين كما قال الاستاذ سبيل، وهذا بكم الاساتذه الباحثين والمؤخرين يعطوا الجمعيات ديال الماء، يعني كاين واحد القطيعه. وكذلك هذه دعوه للجمعيه ديال الافولاد، شوفوا شنو هي جيت الجمعيات ديال الماء، راه عندكم قاطعه مع الجمعيات ديال الماء، راه خليتوهم كيتقاتلوا بوحدهم. وخير دليل هو مثال ديال ايت عمو، الجمعيه ديال الماء ديال ايت عمو، يعني خليتها كتقاتل بوحدها. يعني هذه دعوه لكم من جهه الجمعيه ديال الافولاد باش يشوف شويه جهه الجمعيات ديال الماء، راه هذا الدور هذا نورمالمون خاص راه بحال راه الدور ديالكم بطريقه مباشره، ولكن الجمعيه راه كدير واحد العمل، يعني عندها واحد الدور. اذا بالنسبه عندي شكرا. مجال ديال الافراغ معيار تيموريت غيتو عرضنا واحد المجال اللي هو تابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وفي الاداره تابعه لاقليم ازيل، واحد المجموعه ديال البرامج ما تنستافدوش منها ما تنسيقو ليهاش الخبار كاع، يعني الجل الاخضر ولا البرامج الفلاحيه. انا كنهضر باعتباري رئيس اتحاد التعاونيات كبار المدينه، هذا الاتحاد اللي تاسس في اطار انه يمشي في الزراعات البديله اللي انخرطنا فيها من 2019 وعين بنا بالتغيرات المناخيه اللي هي مقبله لحد الساعه. يعني المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي ولو مبادره لتحسيس الفلاحين بان يعني اهميه الانخراط في الزراعات البديله شيء مهم، يعني السلاسل الانتاجيه اللي كانوا عندنا في المنطقه اللي هي سلاسل اللوز وسلاسل الزيتون راه مشات. يعني الا كان الاخ تيهضر على مصير الفلاحه في ظل التغيرات المناخيه، تنقول هنا ما مستقبل الفلاحه في ظل التغيرات المناخيه، شنو هما البرامج اللي جبتوا لنا للمنطقه؟ الا كنت تنهضر على ساهل تادلا، انا راه ما عنديش ساهل تادلا، انا عندي واحد المجال بوري 100% ما بقاوش، يعني ما بقاش السقي فيه، ديك الوصيله جوج اللي كانت تسقى ما بقاتش. يعني الناس ديال الازيلان مستافدين من المديريه الاقليميه ديال الفلاحه، البرامج يستافدوا منه. حنا المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي دابا ما كنعرفوش البرامج ديالو نهائيا، ولو يكونوا غير لقاءات تحسيسيه مع التعاونيات مع الفلاحين مع، يعني ما كاينش برامج نهائيا. هذه اول حاجه بغينا نعرفوا البرامج اللي جاي بها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للفلاح المحلي بهذا المجال اللي هو تابع للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي فلاحيا وفي التنميه الفلاحيه. اي لكن انا اجازه دار اجازه من واحد 15 ثانيه ولا 20 ثانيه. ماشي مشكل. تنطالبوا يعني بتكثيف الجهود في الزراعات البديله اللي هي الصفار والكفار، وايضا يداروا يعني دورات تكوين الفلاحين للتحسيس باهميه الانخراط في الزراعات البديله. عندي واحد المساله بالنسبه للجمعيات المسيره للماء في ظل التغيرات المناخيه، يعني فاش داروا الجمعيات ديال تسيير الماء كانت حلول ترقيعيه لتدبير الموارد المائيه، والجمعيات ماشي اهل التخصص. دابا حاليا عندنا اشكالات معينه، والما دابا حنا كنديوه للمدن، في حين ان واحد العدد الساكنه محليه، اما انا الاول ان الجمعيات تفرض وترافعوا على اساس ان المكتب الجهوي المكتب ديال الماء
يدبر هذا القطاع اللي هو حيوي، والمكتب ديال الماء هو اهل التخصص. علاش غنمشي حنا للتكوينات ونضربوا مع واحد الماده اللي هي مفقوده اصلا في الفرشه المائيه، وتنجيبوا الماء دابا تنديوه للدار البيضاء تنديوه لبني منال، في حين ان الساكنه المحليه تعاني الامر. وشكرا. شكرا للجهات المنظمه، شكرا للاخوان المتدخلين. غنبدا من واحد التوضيح بسيط بالنسبه للاحتباس الحراري. الاخوان ربما بغينا ما نوضحوهاش مزيان، هو الاحتباس الحراري راه ماشي مشكل اصلا في البدايه، لان كل ما كانش الاحتباس الحراري درجه حراره الارض تكون ناقص 18. الاحتباس الحراري ولا مشكل فاش ولات عندنا التراث الصناعيه، ولا النسبه ديال دوك الغازات اللي تنتجوا رفعات من درجه الحراره. هذا غير كتوضيح. وهذه الكوارث اللي تنشوفوها دابا حاليا هي فقط ب 1.2 درجه سيلسيوس. هاد الارتفاع الشتي تنشوفوا الفيضان هذا ماشي كامل، راه غير ب 1.2. ودوك الخبراء ديال الجي اك راه حطوا دوك السيناريوهات اللي سماو الاخوان لواء التفاؤل، راه السيناريو الاول اللي حطوا راه هو يمكن يصح لي سي بولمان واقيلا في افق 2030 ما خصناش نفوتوا 1.5. ولكن هذا الشيء راه راهين بمجموعه ديال التدابير ديال الالتزامات اللي تيجيو بدوك لي كوب، لو كوب 22 كوب 23 تنخرجوا بمجموعه ديال الالتزامات. هذاك السيناريو الاول والثاني والثالث والرابع اللي حاطين راه على اساس يكونوا مجموعه ديال الالتزامات كوبينه في الخطه اللي حط سي بولمان. المغرب راه غادي يدير هذه، ولكن راه ممكن يدير اكثر الى دوك الدول التزموا يعطيو هذيك اللي سما الاخ مارشي كربون. حنا دوله لا نساهم في التغيرات المناخيه، يعني واخا كاع نديروا مارشو ديال التدابير، الناس الدول المصنعه الكبار هما اللي فيهم المشكل. شنو ممكن يدار هنا؟ هو خصنا حنا تنسيق كبير مع دوك الدول المصنعه. تنهضر على المجتمع المدني، ان في دوك لي كوب ان المجتمع المدني اللي كاين في دوك الدول كيفاش، شنو هي الاليات اللي ممكن نسقوا معاه على اساس انه يضغط على الدول ديالو باش تلتزم غير على الاقل بدوك التوصيات اللي تيكونوا في دوك لي. بالنسبه لواحد السؤال الاخوان ديال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، واش باقي الكوتا كوت في ظل هذا الارتفاع ديال درجه حراره الارض خدام؟ يعني داك السخيف الكوتا كوت اللي كنا تنقولوا حل وعندنا درجه الحراره غادي ترتفع، ربما ديك لا كوت راه ما تجي تهبط من داك التيوت كتلا وتولي تبخر. هذا سؤال. والسؤال الاخر اللي ربما طرحوا السي مولو على السي سليل هو فعلا علاش ما نفوضوش هذا الشيء ديال الناس ديال الوراق ديالو يخدموا ليه؟ واحد النقطه قبيله شرع عليها الاخ في الرقمانه ديال انه ولاو عندنا دي ديتيكتور ديال العكوره، علاش الناس ديال الوراق ما يخدموش بهذا الديتيكتور؟ كل خطره مقطوع لنا الماء في افوره غير يدخلوا شويه بين الويدان، علاش ما يوصلش داك الشيء للقضيه كاع ما يوليش عندنا هذا المشكل ديال بحال هذا القطاع ديالو باستمرار؟ وشكرا. تدخلات قيمة والموضوع أيضا ديال المشايخ. أنا فقط عندي واحد الرد للسي سبيل، لأن قبيلة كان قال لنا بأن جمعية الانطلاقة تتحقر جمعية ديال الماء، هذا غير صحيح. المصطلح ماشي بلاصتو، لأن حنا كجمعية الانطلاقة وجمعية ديال الماء حنا عندنا نفس لو ستاتيو، حنا بجوج جمعيات تنتقاتلو في الميدان. يعني حنا ماشي لورمباط، ماشي لندياش، ماشي وزارة التشغيل، ولكن هذا لا يعني ربما كاين عندنا واحد التقصير في الانفتاح على جمعيات الماء. هذا اتفق معك، حيت كاين حتى جمعيات ديال الرياضه حتى هما نفس المشكل، تيبغيو ما تنفتحوش علينا حنا في الرياضه وتعاونونا. شفتي ان جمعيات ديال الماء عندها مشكل في التدبير الاداري والمالي، ربما ممكن حنا كجمعيه ندخلو هنايا، ممكن نديرو لهم تكوين في ما هو مالي وما هو اداري، نعاونوهم، ممكن نعاونوهم في الصياغه ديال المشاريع. لان من خلال اللي هضرتي عليه كاين تيبان ليا واحد السير تقليدي ديال اننا تنجمعوا الفلوس عند المواطنين، وهذيك لاصوم اللي جمعنا زائد داكشي اللي جمعنا من الاحسان من عند الناس هو باش تنخدموا، في حين انه الجمعيه خصها تدخل المجال ديال انها تصاوب واحد المشروع وتمشي تحطو لشي جهه باش تسولوا ليها، بهكا ممكن يكونوا الموارد. دونك ممكن نديرو شي اجتماع مع هاد جمعية الماء ونشوفو شنو اللي نقدرو حنا نديرو. مرحبا. دونك راه ما كاينش هذيك الكلمة اللي قلتي، كاين ربما غير عدم الانفتاح. وشكرا. شكرا سي حميد. شكرا للإخوان المنظمين الندوة هذه، اللي في الحقيقة كتجي في واحد الوقت اللي كتعرف بلادنا كما كيعرف العالم واحد المجموعه ديال التقلبات والتغيرات المناخيه اللي كيكون عندها واحد التاثير يعني على جميع المجالات، على
جميع المجالات. وللاسف الشديد انه رغم السياسه اللي نهجها المرحوم الحسن الثاني في بناء السدود، يعني كنلاحظوا بانه ما كاينش كاين هناك سوء تدبير ديال هذه الثروه المائيه المخزنه على مستوى ديال السدود. ناخذ مثلا سد الويدان، راه وقع عليه واحد الاستنزاف رغم ان هناك توقعات وتنبؤات بان راه غادي تجي سنوات عجاف سنوات جافه، ولكن مع ذلك مددنا يعني القنوات حتى توصلت القلعه ديال السراغنا. يعني كان سوء التدبير ديال هذا السد هذا وهذه الموارد هذه، ولا تزال اليوم مثلا في الوقيته فاش كيتقطع الماء على الناس ديال سهل تدلى، كنلقاو بانه العبيد مثلا راه مطلوق هذه المسيره، وكنقولوا بان راه نسبه الملء تتبقى لا تتراوح تقريبا بين 0.5 و1%، رغم تساقطات المطريه المهمه اللي كتعرفها اللي كيعرفها الاقليم. اذا الا مشينا بنفس السياسه في تدبير هذه الموارد المائيه اللي عندنا، ما عمر هذا السد هذا غادي يعمر. ثانيا كنطالبوا بواحد النوع ديال يعني ديال العدالة المجرية في تدبير هذا الشيء المتواجد من الماء، لأن واحد الوقيته الفلاحة ديال الفرار والنواحي كيطالبوا غير بوجبة مثلا ديال الماء فما تعطاتهمش، في حين أنه اليوم مثلا كنشوفوا كما قلت لكم يعني هذا سميتو هذا الواد ديال العبيد راه تبارك الله يعني الملايين ديال الأمطار المكعبة اللي هي غادا يعني في اتجاه سد المسيرة. المسألة الثانية سي سبيل شكر الشركاء اللي هما المجلس الجماعي المجلس الاقليمي الجروبمون، فعلا كاين ميزانيه مهمه جدا مخصصه لهذه المساله ديال تدبير ازمه الماء خاصه الماء الشرب. ولكن السي محمد يعني ربما انت بحكم انك رئيس ديال الجمعيه وعندك معرفه ربما بزاف ديال المشاريع اللي تعطاو وتحفروا ابار ولكن مع ذلك تهدموا كما قلت، وبالتالي هذا ماشي غادي نشكروه، خصنا نطالبوا بالمحاسبه ديالهم. علاش؟ لانه عوض انهم يديروا هذه البريمه هذه يديروا الاخرى، راه تقريبا واش بندريم تقريبا ثلاثه ديال الابار اللي تحفروا حتى واحد فيهم مخدم. اذا هاد الملايين ولا هاد الميزانيه المخصصه راه راجعه لسوء التدبير، واش حنا ما عندناش خبراء ما عندناش مكاتب ديال الدراسات اللي غادي تقول لنا شنو هي الطريقه المدلى للحفر في هذه المنطقه واللي ما يعني ما مقداش. وبالتالي المساله الاخيره وهي هذه القضيه ديال الجمعيات ديال الماء، كنعرفوا بان كدير واحد مجهود كبير وجبار في واحد المجال اللي ماشي تخصص ديالها اختصاصي. نعم، هذه فقط الفكره الاخيره، خاصه مع الكثره ديال الحفر ديال المياه العادمه ممكن انها تسبب في تسرب هذه المياه هذه وتخلط مع الماء الشرب، وبالتالي ممكن انه تكون عنده يعني اضرار ومضاعفات. شنو هي المسؤوليه القانونيه هنا ديال الجمعيات الماء الشرب في حاله مثلا الى وقع مثل هذا الامر؟ شكرا سي محمد. السلام عليكم. يعني سيكوني انني نوصل لواحد واحد المستوى انه نقارنوا سنه جافه بسنه جافه اخرى، باش نقارن 2023 و2022 انه هما سنتان جافتين بجوج، يعني باش كندير انتاج هنا ديالي خصني نقارن بالسنه العاديه وانما ليس بسنه جافه، يعني باش نبين لي فالور وهي ما نطلع انا جو بار قايس بيت ما كنديرهاش جير. يعني الفو قارن السنة العادية ولا أقارن بسنة يعني بسنة جافة أخرى، باش نقول مثلا راه حققت مقارنة مع سنة جافة ليست حقيقة، إنما بقيت دائما أونبا يعني ما نقولش مثلا فاش كنقولوا بأن مثلا الإخوان ديالهم الروات يقولوا بأن الطلب ديالهم هو 710 مليون متر مكعب، اسمحوا لي إلا كنت غلط، وجامي التام ما عمرهم وصلوا ليه. اذا علاش قصير هذا البلومار الكبير؟ علاش دار هذا المخطط المغرب الاخضر؟ علاش انت ما وصلتيش؟ علاش غادي تزيد؟ علاش غادي تزيد في لي سوبرفيسي؟ علاش غادي تزيد في لو شونجمون دو فوكاسيون دي سور؟ ما تبدلش يعني تبدل الزراعات اللي هي كتستهلك اقل من الماء، الزراعات كتستهلك الماء اكثر، وانت تقول بانني ما وصلتش. وهذا السيد هذا
يعني اعلان ديال وكالات الاحواض المائيه في 2008 ديال التي يقولوا بان اوناري با ما كان وصلوش انني ساتيسفيو المياه السقي بالنسبه للفلاحه الا ب 58%. هنا فين كانت الوصيله هي في البلوم عرب بها. هنا كونوا صراحة وكما قال العيد اكوا سير لو غوتا غوت لو غوتا غوت راه تيصلح في المناطق الرطبه ماشي في المناطق الجافه وشي ديال الجافه. في المناطق الجافه والجبال الجافه تحدى اي دراسه علميه يعني واقفه باش تقول لي بان كاين اقتصاد في الماء في الغوتا غوت. اقتصاد في الماء في الغوتا غوت ما يمكنش لان لا تمبيراتير اوغمونت التربه كتكون سخونه النقطه اللي زادت مشات راه ما يمكنش راه سي با. انا غادي نرجع للاخوان الاسئله اللي طرحوا بالنسبه للتصحيح ديال لا راه استهلاك ديال الفلاحه بالديرني رابور ديال لاش سي بي يعني الاستهلاك هو 37% وليس 69%. لاش سي بي كتقول لك بان 87% والسياسه ديالنا باش ان نطوروا السياحه في المناطق الجافه لا تقبل ديال سياحه مبنيه على الماء في مناطق جافه. كيفاش انا غنطور السياحه في زاكورو مبنيه على الماء؟ كيفاش غنطور السياحه في مراكش مبنيه على الماء؟ كيفاش غنطور السياحه في اكادير مبنيه على الماء؟ لان راه كاين شي حاجه ماشي هي هذه كاين شي خلاف شي دونك غادي نرجع للاسئله اللي طرح الاخ. حنا لوبجيكتيف راه ماشي موبيليزي الماء ماشي انني نوفروا الماء. راه المشكله عندنا هي في التدبير ديال المياه. راه الا عطيتك مثلا غير الرقم ديال ضياع المياه اللي تيكون غير في القنوات الكبرى باش توصل لبلاصه كيتسمى فلاديكسيون. راه الماء كيضيع ب 40-60% في القنوات باش يوصل لمشاريف المدن. الا بغينا نخدموا على شي حاجه نخدموا هنا. اما الاستمطار راه الكلفه ديالو كبيره وخصك طائره وخصك انت دير الاستمطار وحتى دوك لي زون فرواد اللي كطلع عليك الضبابه البارده باش تلاقى مع الضبابه السخونه راه قتلناهم. راه حنا كنعرفوا الرعدات اللي كانت تيكونوا في خنيفره واللي تيكون ما بقاوش بزاف. علاش؟ لان هادوك اللي كيتسموا لي ميكرو كليما قتلناهم بلا ديفوريستاسيون ما بقاوش هادوك لي ميكرو. دونك سوكو في ذاك الاستمطار وفاش كنجيو مثلا حتى مثلا فاش كيكون البراد يعني باش يطيح التبروري ولينا كنتعاملوا مع الجمعيات باش انهم تيشريو لهم دي جينيراتور وتنقولوا للجمعيه انت تكلفي بالجينيراتور فاش نقول لك ضربي ضربي باش ضرب باش انه طيح الشتاء عوض ما يطيح التبروري. واش الجمعيه هي اللي خصها دير هذا الشيء؟ واش الجمعيه عندها هذا الاختصاص وعندها هذه القدره العلميه باش دير هذا الشيء باش انها تختار فين تضرب وفين غيطيح الماء وشنو هو الامباكت ديال الماء اللي غيطيح؟ يعني احيانا يعني كاين واحد النوع كيما قلت لا بيرت في لاديكسيون ديال الماء باش يدخل المدينه انا مثلا باغي الماء ديال الشرب باش كيجي من البراج باش يدخل المدينه كتمشي من 40-60% كتضيع. هذه يعني واش ما نقدروش نديروا ان ايفور هنا مثلا فاش كنجيو كندخلوا لبني ملا تيقولوا لنا بان راه رفعنا من الاراضيات راه رفعنا من النجاعه ديال الماء. اشنو داروا باش رفعوا من النجاعه ديال الماء؟ حيدوا الكونتور ديال النحاس داروا الكونتور ديال الميكا ولا خفيف كلشي طلع ليه الماء وهذه هي النجاعه. دونك هنا خصنا نوصلوا لذاك المستوى ديال التدبير وليس يعني التوفير. لان حنا حاليا يعني لي بريفيزيون اللي غاديين يعني المتوقعات بان الماء غادي تينقص. اذا خصنا ندبروا فاش كتجي مثلا الفلاحه مثلا ما تتحطرش لافوكاسيون ما تتحطرش يعني لي سيناريو كاع جميع التقارير الدوليه والتقارير المغربيه تقول بان حنا راه غادي نلحق بان راه المشكل ديال التغيرات المناخيه المشكل ديال الماء ورغم ذلك مازال كنطوروا في السياسات كنستهلك الماء. راه لا يعقل في ظل الازمه كنعطوا شركه اجنبيه باش دير لنا تنتج لنا 10000 طن ديال لافوكا اون بلان بيبليك استفزاز للمغاربه استفزاز بواحد الشكل كبير لعدم احترام حتى العقليه ديال المواطن انك تقول له لافوكا شعرتوا شحال كتستهلك لافوكا راه كتستهلك بين 20000 حتى 40000 متر كيب بار هكتار شحال كيستهلك القمح كيستهلك القمح 5000 لو زونطور ديال 5000 ولكن الاغلبيه ديالو كيستهلك تجي من الشتاء. حنا كنا كنهضروا على الاشكاليه ديال الماء والاشكاليه ديال التغيرات المناخيه في المناطق البوريه. كانت المناطق البوريه هي اللي كانت تعاني حتى
دابا وصلنا للمستاد اللي اصبحت المناطق اللي هي مسقيه والمدن الكبرى اصبحت تعاني. دونك غادي ندوز ديريكتوم للاشكاليه ديال التغيرات المناخيه وكيفاش غادي نقصوها. دونك كما قلت لكم في السلايد يعني التغيرات المناخيه كاين يعني الصين مسببه 40% ديال الغازات المسببه للانحدار الحراري وامريكا تقريبا 32. هاد الدولتين كتعرفوا شنو جاري بيناتهم وحده راه ما تقدرش تنقص طون واحد باش تفوتها الاخرى اقتصاديه. اذا صراع جيوسياسي بيناتهم. ثاني حاجه في لاكوب ابري لاكوب بعد لاكوب 21 امريكا انسحبت فجاه ترامب امريكا انسحبت من اتفاق باريس. اذا امريكا انسحبت من اتفاق باريس والصين لا زالت تعتبر دولة في طور النمو. هذه الحقيقة، الصين لا زالت دولة نامية، ليست دولة متقدمة. وهي لوكليزيميتور دو غازا ايفي دو سير، والصين راه كدير لي بلاك سولير في افريقيا ولكن كل سيمانة كدير منجم ديال الشربة. دونك يعني تناقض يعني مصالح. وفاش كنجي كنبغي ندعمك راه مثلا درنا فينونس كليما دار واحد لو فينونس كليما على اساس من لاكوب 21 بان الدول المتقدمه غادي تعطي الدول المتقلبه ولا في طور النمو 100 مليار ديال الدولار سنويا اللي تقلص والتكيف راه حتى حاجه ما كاينه. ولاو تيعطيو دي دون تيعطيوك الكريدي سيمونسيون تيقول لك انا نعطيك كريدي باش دير السد انا نعطيك كريدي ولاو تيحسبوهم هما تيعطيوهم لك كريديات وتيحسبوهم لك بان عطاك من ديك 100 مليار فاش جاو حسبوا في 2019 شحال كاين هو كتبرع يلا 12.3 مليار ديال الدولار. وشكرا باش ما نعرفش شكرا لجميع المتدخلين زعما على الاسئله ديالهم اللي صراحه اسئله مهمه. صراحه كنكتب جيروي نتاسف زعما احنا على اساس ندوى او يوم دراسي علمي وليس يوم لاعطاء الدروس. في الحقيقه بغيت نجاوب على بعض المغالطات اللي كانوا من عند بعض الاخوان. هو لو بدير او ما يسمى بالمخطط المديري حول ام الربيع بالنسبه لابن موسى، هذا المخطط ماشي المكتب الجهوي اللي تيديرو بل المؤسسات المكلفه بالماء، وهنا اخص بالذكر وزاره الماء والتجهيز وعلى راسها وكاله الحوض المائي مع مختلف الشركاء. المخطط المديري عندنا 710 مليون متر مكعب، في حين السؤال كان ما كناش نوصلو حنا الهاجس الاول والكبير عند المكتب الجهوي هو الحفاظ وعقلنة تدبير المياه ديال السقي، لذلك ما كناش نوصلو بدوك الحجم ديال المخطط المديري. وهنا المغالطات الاخرى اللي كاينه هو عطي بعض الارقام بالنسبه للاحواض المائيه. كما قالوا الفلاحه هي لي برومي كونسوماتريس ديال الغوف في المغرب بواحد النسبه متفاوته. الاخ ديال 63 والاخ 87%. اخواني سمحوا لي بغيت نذكركم غير بواحد الارقام. من موسم 2010 2011 حتى 2023 2024 البدير او المخطط المديري في الاحواض المائيه بالتسعه اللي كاينين في المغرب عندنا 5 مليار و290، في حين حنا استهلكنا بداك السنه ديال 2010 2011 3.12 مليار. وفي الموسم ديال 23-24 المخطط المديري 5.4 مليار متر مكعب، في حين حنا استهلكنا 680 مليون. فاين هي 87%؟ فين هي 87%؟ غير يوريوها لينا، غير يوريو لينا 87%. هذه من جهه. من جهه اخرى بالنسبة للسؤال ديال الأخ ديال السقي بالتنقيط، هل فعلا هو عنده شي دور في الظروف المناخية اللي كيعرف الجميع؟ اسمح لي بغيت نجاوبك بكل صراحة وبكل صدق، والميدان بيننا.
الارقام اللي تعطات راه ذكرتها في العرض ديالي بواحد الحصه ديال 10 مليون مكننا باش نوفروا واحد 85 يوم ديال الصق وهاد 85 يوم ديال الصق مقابل 39 في بني موسى كاملين عارفين بواحد الحصه ديال 63 مليون متر مكعب. واش ما تيبان لكمش هذا دور مهم ديال ومع العلم ان النتائج المحققه لا سواء الشمندر السكري ولا الحبوب المخترق فهاد الظرفيه بالذات زعما النتائج جد مشرفه وهالوزين ديال السكر هالناس ديال سوناكوس. وبالنسبه للاسئله الاخرى غنخلي السي يوسف كرئيس مقاطعه سير شبكه الريف التراث لاعطاء باقي الاجابات وشكرا. شكرا السي امين. تنشكر الاخوان يعني اللي مشاركين في هذا الوعد على الاسئله يعني القيمه حتى لما نجي يعني غالي الصوت ديال السي امين لانه ما يحز في النفس هو ان انا ماشي هنا باش نعطيو الدروس لا بان نعطي الدروس لا يعطيهم لي شي واحد ما يحز في النفس بانه سؤال الفائده ديال الكتابو ديال الصق ديال التنخيط يجي من متدخل يجي من مشارك من الحضور الكريم يقول هذا راه كاين لبس ما فهمش فهموا ليه ولكن باش يجي من متدخل بان الصق ديال التنخيط ما الفائده منه يجي من الاخر حنا جاوبنا على الارض ديال المغرب يعني راه كاينه ازمه كاينه ازمه مائيه كاين جوح مائي يعني راه حنا نعيشو في ضروري من التكنولوجيا يعني عصرنا يعني وسائل السقي باش نواجهوا هذه الازمه هذه وناكد لكم ونقول لكم بان احنا في العز ديال الازمه غادي نخرجوا منها ان شاء الله وجعلنا اقوياء وغادي نخرجوا منها اقوياء ان شاء الله في مجال التسليم لان في الازمه ديما تجعلك بانك تبحث على حلول بديله نقص ديال الماء نقص ديال الحصص ديال الماء الحصه المائيه اللي تعطاو على رؤوس الاساطير يعني اي حصه تعطات خاصك تنجحها 100% يعني ما عندناش الحق ولا الضر ولا الله انه نضيع ولو قطره ديال الماء ولو نضيعو في الله يعني كلشي خصو يستاهل كلشي خصو يعني قطره تلقات من افورات وصلت لمواليها وتستاهل من الفلاح وتستاهلها من الفلاح كما قلت لكم الحلول لانه يعني الرقمنه هادشي ديال الرقمنه وهادشي ديال التسيير ديال الموارد المائيه بالرقمنه وسهلت علينا بزاف ديال الحوايج والحضور الحضور في الميدان اللي تيسبق لنا والدليل بانه ديك السقيات اللي تعطاو العام اللي فات هو السبب باش تبقى الشجر لحد الان خضر خصوصا يعني الاغلبيه ديال الزيتون ولا ديال الحوامض والدليل انه راه نتجنا الحمد لله الشمندر 47 طن في الهكتار نتجنا الحبوب من هذا الشيء من هذيك السته ديال الحصص اللي داروا العام اللي فات داروا يعني بواحد السير اللي هو عقلان وجيد بالنسبه للجيل الاخضر والمغرب الاخضر يعني السياسه الاستراتيجيه ديال الدوله وهاد الجوج برامج عطات الانطلاقه ديالهم سيدي الله صاحب المجال الله يسرو لا البرنامج الاول اللي شد من 2008 ل 2020 لا هاد البرنامج الثاني اللي حنا فيه دابا من 2020 ل 2030 بالنسبه للبرنامج الاول المغرب الاخضر لا داروا انجازات في المنطقه ديال الافغان وتطرق لهم في الحوار تطرق لهم في المجلس الجماعي الاول على سبيل المثال الوحده ديال تحويل الزيت اللي في تهزه ديال المغرب الاخضر عبد ربي هو اللي وقف خلق التعاونيه وساهم في خلق المشروع المهم وتعطى التعاونيه ديال الزيتون ديال وفيها الناس ديال افوراس هما اللي كيسيروها نجحات ما نجحاتش يعني الدوله راه دارت سلمت الفلاحه وسلمت المكان هما اللي خصهم يديروا المجهود باش ينجحوا هذا من جهه التعاونيات اللي تعطاهم الدعم لا في الاله التعاونيه ديال تعزه ديال الزيتون التعاونيات اللي مات المهم ما بقاش نخرج على النطاق ديال الخضر هنا دخلنا بني عياط القادر ايطالازا تيموليت
بالاضافه للتحويل الفردي نستخدم البوتابوت، الاعانات ديال البوتابوت في اطار صندوق التنميه الفلاحيه، تستخدم الالات، تستخدم الغرس ديال الاشجار، الاعانات اللي ممنوحه لغرس الاشجار، تستخدم الاعلاف المركبه، تعاونيات الانتاج الحالي، الشعير، الاسمده الازوتيه، الاعانات اللي تعتبر بالخضروات يعني البصل والطماطم، تستخدم الناس، يعني الناس دابا الدوله تتعطيك اعانات وتتعطي مساعدات، ولكن الدور ديال الفلاح وديال المنظمات اللي تحركوا لي قلبوا على هذا الموضوع. حيت الشيء راه من تهضر ولكن راه كاين جوسي اللي دار كاين مصادر اداريه خاصها تتبع. بالنسبه للحصه المائيه، الحصه المائيه ديال علاش تعطى بني موسى وما تعطاش بني هنيه؟ سؤال جواب سهل، الحقيقه ديال السد. الحقيقه اللي دابا السد الحصري لا يسمح انه فيه شي جوج ولكن في حالات ما من هنا واحد شهر تحسن ممكن تما يستغلوا. وحتى الحصه الماليه اللي تعطات هذا في بني موسى وهي منتظره ان شاء الله 31 غادي تطلق ان شاء الله وفيها واحد اسبوعين. هي تعطات نجاح الفلاحه الاستراتيجيه والصبغار ديال الاشجار المثمره. هذه غير تعطات غير الانطلاقه، ننتظروا ان شاء الله انه تحسن الحاله ديال البراج ويجيب الله الشتاء ان شاء الله يكون خير. بالنسبه للقنوات ديال علاش هنا واش كنجوع حيت كثروا الاسئله عندها. باش ما نقصوش واحد فينا ونجاوب واحد فينا. دابا لاحظتوا بان لما في البراج نقص بزاف. يعني ولا بالنسبه للتساخر والتعكر والغيث. يعني حنايا الى كشتي الماء في القنوات ديالنا حنا راه حنا الماء اللي حنا ديالنا حنايا هو في هذوك الفترات ديال السقي ماشي فترة السقي والماء في القناة. كاين الماء ديال السقي راه الماء تيطيح في الديور تيضطروا بان هذاك الماء اللي مغيز ومخلوط خصو يخرج باش يتصفى باش يرجع الماء عاوتاني للتصفية باش المسائل التقنية ديال يعني الوطني الماء الصالح العرض مخالف للواقع ما كنشوفش انا زعما شي مغالطات العرض مخالف للواقع. يعني العرض عطى حقائق لا في الحاله المائيه لا في الحاله ديال الانتاج لا في التدابير اللي دارت الدوله والبرامج ديال الدوله وحنا نقوم يعني بالاكزيكسيون ديال البرامج اسقاط ديال يعني كاين برامج وكيف الاسقاط تاع الارض الواقع وعلى الجهات وحنا تنقوم بانجاح هذه البرامج والاكزيكسيون ديال هذا المشروع. بالنسبه لتجديد القنوات الري، ما الفائده من تجديد القنوات الري والماء غير موجود؟ هذا نقول لك سي ان باتريمون دي تو اغريكول اللي خصنا نحافظوا عليه. راه ملي تيتقطع الماء ما تنزكوش من الخدمه من الصيانه ولا سينو تجيك دوره مائيه كي غادي تسيرها وكي غادي توصل الماء للفلاح. راه في مناطق اخرى اللي المراقبه ما تدارش والتجديد ما تدارش والصيانه ما تدارش راه الباتريمون اغريكول الريزو الشبكه الري ما بقاتش. احنا دابا تتعطى واحد شي يوم مره باش وهذا سي ان باتريمون اغريكول خصنا نحافظوا عليه لا للفلاح لا للمنطقه. دابا سؤال اخر عاوتاني غير الاستفادات من البرامج المغرب الاخضر هذه وكاين حتى برنامج ديال الاستصلاح ديال القنوات الري في المجال الري الصغير والمتوسط كاين برامج سنويه اللي بالتنسيق يعني المصالح ديالنا في الصعيد المركزي مع الجمعيه ديال المستعملين ديال الري كل عام كيدير معاهم برامج الاستصلاح ديال القنوات الري يعني الماء ديال السطح الصغير والمتوسط يعني المناطق اللي تسقاو بالعيون. بالنسبه للتكوين الكونسي اغريكول لا فورماسيون ما بقاش من الاختصاص اللي تجاوز اللي دار المغرب الاخضر دارت واحد اعاده هكذا ديال وزاره الفلاحه ودارت ريستركتوراسيون يعني تسكي استشاره فلاحيه
خلط الكتاب ديال الاستشاره الفلاحيه بعد تسكي البيطره رجع للونسار. يعني حنا فيما يتعلق بالتنميه الفلاحيه بالنسبه لهادشي ديال الماء الماء ديال المنطقه ومشى للدار البيضاء وهذا خصكم تعرفوا بان كاين واحد السياسه المائيه ديال الدوله كاين السياسه المائيه ديال الدوله نتيجة هاد التغيرات المناخية والاتجاهات المائية وقلة الموارد المائية والأولوية راه الإنسان الماء صالح للشرب وعاد تيجي الشجر وعاد تيجي المسائل الأخرى. بالنسبة ملي تيطلق الموت تكون يعني الرشيد ديال الماء راه الناس اللح ديال الأفراد راه كيستافدوا يسوى مع كباقي الفلاحي وقلتها مرة يعني مرارا وتكرارا بأن الفلاح ديال الفولاد راه تنقولها هكا البلوغاتيغ لنا حنايا الوحيد اللي تيستفد وقلتها لكم وعاودتها جيبوا لي فلاح ما استفدش من الماء في الحصار في حصة من الحصص اللي دازو العامية حيت هو فلامون يعني في البداية ديال ما عندوش مشكلة الماء المشكل ديال الماء يهضر عليه شي واحد اللي فات هاد القناة اللي غادي ديال القناة ديال التاريخ الموي والخضر راه 36 كيلومتر راه كنسيو 36 كيلومتر عدم الاستفادة يهضر عليها شي واحد اللي 36 كيلومتر استفيدها أما اللي فوق ما كاينش شي واحد ما تيستاهلش خصوصا في الخضر و إذا كان شي حاجة أخرى مازال ما جاوبناش عليها ولا بسم الله الرحمن الرحيم اولا كنشكر الاخوان اللي دخلوا هذا الله يجزيكم بخير الله يجزيك بخير السيس واخا انا هنا مع في البلاطو غير الاخ اللي طرح بان القناه دي القناه دي ماشي تساوي القناه دي كتحط فيها النتيجه اكثر من القناه دي غنسيب موضح انت انسان كنعرفوك عن قرب وكل شيء انسان تقول استحسان كيف شيء شيء وين كاين اللي بغى يقول هاد الماء اللي كيطلق في القناة الجي تيمشي للناس اللي يشوفوا تيمشي عند الفلاحة الكبار تيعمر بهم لي زغاسان اللي الله يجزيك بخير بينما الطبقة الكادحة كاينة قناة صفحة الفيسبوك كيطلع لك بأن الجمعيات جهات بين لكم الإفراح حضارات في مركز قدرات الشباب واحد النشاط ولا مشاريع تجي جمعية من أبعد نقطة في الجهة بينما حنا غير التلفون ديال الجامعة ما كنتسدعوش علمنا شوفوا الإخوان راه جمعية الماء للشرب والثقافة والبيئة والتنمية وهذا الشيء راه كنشتغلوا في مجالات أخرى وماشي غير في الماء الشيء اللي بغيت نوضح للإخوان بين جمعية الانطلاقة أنا ماشي كنطعن في جمعية الانطلاقة ولا هكا أنا كنناقش معاهم في القهوة على هادشي مع البعض مع البعض بغيناكم تنفتحوا على هذه الجمعية تدعيو حتى هما يشاركوا في هذه المشاريع هذا هو الهدف ديالي هذه الجمعية ماشي ما جاوش ضد الجامعة ولا ضد الجمعية قالوا لك هذا المقر ما عمرنا دخلنا ليه بغينا ندخلوا ليه ولكن بالاوامر ديال الدعوه ديك التنين ودور الاستدعان والتحريض واللي اتفق معنا في القيمه ديال في المغرام ماشي داس كي جاب لا عرض المقابله فلاش هذا هو اللي كاين باش نوضح الواقع ياك طرحوا الاخوان بان هذه الجمعيه ديال ما يمشي بحالته تطرقت بان صاحب الجلاله الاوامر ديالو التوجيهات ديالو تعطات الاوامر باش تزويد العالم القروي بالماء الشرب والضوء وحتى المراحل باش داك النمو داك النسبه ديال النمو ديال التنميه في المغرب
مرتفع شي شويه. في على الكهرباء راه نسبه كبيره دابا في الجبل كتبقى بوما بعيده على سميتو كلشي مضروب الماء كذلك الى اخره. حنا في فورير اعوذ بالله ما كنت انا كاين في المجلس في 2003 مع هذا الرئيس انصار درنا شراكه مع لونيف على اساس تزويد مدينة بني ملال والمدن المجاورة والدواوير بالماء الشارون. ولكن فين كاين المشكل؟ الله يبان يا خوانا راه جات لقات كلشي فابور باش نكونوا كنا تنقولوها وعاد نقولوها. جات لقات كلشي فابور، جاها الماء نقي قبل ما يتوسخ بهذا الغيس فابور. كتزيد شي شوية ديال سميتو المواد تدير على آخر وتتبيع. علما أنه أنفق ثلاث ولا لا ما توصلهاش للماء ديال لونيف. علاش؟ لان الدراسه اللي داروا دي باسان تحت هاد الاحياء ما كايناش لا بريش وما يمكنش الماء يوصلوا. ما قولي ذاك المشروع ديال الولاد هذا غادي يوصل ليه الماء ديال لونيف؟ انا كنقول لا، لان لو باسان تحت هذاك الولاد بعيد بزاف. لهذا ناشد مثلا المسؤول اللي كيدبر الشان المحلي يفرضوا على هاد لونيك باش دير دي باسان الفوق باش يتحكموا كلشي. انا تذكرت مع الاخوان ديال بندريم سولت قلت بانه علاش انتم عندكم لونيك ومع ذلك الماء ناقص ما كيوصلش للناس؟ قال لك الا تلقوا الماء لبندريم تيمشي لخيلوز تيمشي ل تاكانت الى اخره. واش هادشي كاين ولا لا؟ معقول بمعنى كلشي هذيك لابريسيون كلها كتهبط لتحت. لهذا نقولوا كاع هاد لونيب غادي تدخل مثلا تسير راه هي صعوبة، خصها تغير الشبكة وتحيد العدادات، والمواطن الحالي خصو يخلص أموال باهظة على البرونشوم وعلى هو إلى آخره. بمعنى وما يمكنش دابا واخا تدخل لونيب راه غادي تعطي الجمعية تسير تتبيع الماء، أنت خصك تبيعو تتبيعو لك كما قلت قبيلة 85 سنتيمتر فاصلة شي حاجة زايد دي سيل، وانت كتبيعو المواطن 6 دراهم. هادشي اللي مبغاش المواطنين ديك الساعة راه واحد الضجة في 2003 بأنه ناضوا الناس للرؤساء الجمعيات قال لهم انتوما بغيتو تبيعونا حنا ما نقبلوش الماء ما نقبلوش هنا بالدخول عفوا. لهذا بغينا حنايا الجمعية تسير 2 دراهم حتى 3 وماشي مشكل. بالنسبة لسي كسوا اللي جبد الحق أنا طرحت معاك واش سكتي المداخلة ديالي فيها لا نشوفوا نكونوا واضحين. مادام هاد الناس كيدعمونا كيدعموا الجمعيات ديالنا وجمعيات الجامعات الاطلسي الكبير المجلس الجامعي الطاقه الى اخره خاصنا نشكروهم، ولكن كنبهوهم نقول لهم عافاكم مره اخرى عطيونا الصنده ما تعطيوناش البريمه. البريمه ما خدامه ليناش، راه مجموعه ديال الابار راه فشلات، السبب غير البريمه. ها المثل اللي عشتو انا والاخ سي زكريا راه معايا في الجمعيه في اي تعمو حفرناه بالسونده ودرنا القواتس ديال الحديد نجح بشهر انتهينا. علاش؟ لان الارض عندنا كسوله وهشه غير تيوصلها الماء كثر. جبد سي زكريا رئيس جامعه افولا خصني اش نقولوا اللي ما كيقولش الحقيقه راه نبيل ولا ما عرفنا. رئيس جامعة فورة تلقي على الجمعية ديال يتعمو الطاقة الشمسية. صفت الإخوان ديال العمالة داروا الدراسة راه يمكن في راسك وجاو إلى آخره، ولكن فين كاين الخلل؟ أنا عضو كيفاش نبدا نتبع هذا الميف هذا؟ الرئيس ديال الجماعة راسو عامر 100 متر القهوة، واش هو اللي غادي يبدا يذكر؟ أنت اللي خاصك تذكرو، أنت اللي كتسير الجمعية. الخلل فين كاين؟ هو اللي عنده مشكل باش نكونوا واضحين. وشكرا لكم. شكرا لكم. شكرا للجميع، شكرا على الغيره ديال الجميع حول هذا الموضوع الشائق والمتميز اللي خدا منا بزاف ديال النقاش الى غير ذلك. وبالتالي بغي نوجه مجموعه من الامور. اولا بالنسبه لتلك المعلومات بالنسبه تم اخذها من وزاره الجهاز هذا الامر. الامر الثاني المداخله ديال واحد الاخوان باش ما ندخلوش شخصنا الى غير ذلك، قال بانه نديروا شراكات مع كاين هذا الامر ممكن باش اننا ندخلوا يدخل حتى المجلس الجماعي ويستافد
يوجد من مجموعه من الهبات اللي تتعرف هذا الامر فقط سيوجد مجموعه من المشاريع الى غير ذلك. ومساله ثالثه واخيره وهي مساله التكوينات، انا واحد بلا من قوس انا ومع الاخوه اللي معنا في الجمعيه الى غير ذلك ديال الجغرافيين الشبابيين او البيئه، ترحبوا بجميع تلك الشراكات اللي كاينه مع المجتمع المدني ومع الجمعيات الى غير ذلك. فقط حنا تنطلقوا جميع الابواب، والسي بولمان الله يكثر خيره راه ديما واقف مع الجمعيه وديما تيساندها في التمويل وفي التوفير ديال النقد الى غير ذلك، راه تيشهد على هذا الامر. هذا حنا راه منفتحين على جميع تلك الامور، لماذا لاش انه دار دراسات في هذا الامر هذا، سواء في الكميه في التكميم ديال الموارد المائيه في الجوده ديالها الى غير ذلك. وشكرا للجميع. شكرا. غير في اطاحه كذا شي حوايج انا السياسي انتم ما غاديش نجاوب عليها باسم المجلس. صافي الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الاخوان اللي تخدموا في موضوع الماء وهضروا على الجامعه ديال فلان، وبالضبط لا واحد الاخ قال بان هناك قطيعه بين المجلس الجماعي والجمعيات. اللي بغيت نقول لكم سميت الجامعه ديال فلان ان علاقتها مع الشركاء في مجال الماء علاقة أعتقد بأنها مهمة وعلاقة جادة وفي واحد النوع ديال المصداقية وواحد النوع ديال الشرعية. فبالنسبة للجمعيات ماشي كاينة قاطعة، وإنما المجلس دار واحد المسافة بينه وبين الجمعيات اللي مكلفة بالماء احتراما لها، لأنها لو كان قلص ديك المسافة غادي تولي تدخل في الشؤون ديال الجمعيه وتولي امور اخرى اللي ما بغاهاش المجلس. فالمجلس منفتح على هذه الجمعيات ويشتغل معها في خفاء، لانه على مستوى مجموع الجامعات المحليه في اسنان راه جلب ملايين ومشاريع طاقه حفر الاباء، يعني ان جلبنا على مستوى مجموع الجامعات المحليه مجموعه او الاطلسي الكبير والمتوسط واحد المجموعه ديال المشاريع لصالح الجمعيات وبالضبط في المنطقه ديال المغرب. ما يتعلق بالنونيب لانه كما تتعرفوا دابا السياسه اللي كاينه في واحد المرحله اللي كانت الامور هانيه وكان الديار وكان الماء، كانت الجمعيه قاده على راسها رغم انها تعيش ازمه مع المنخرطين على مستوى الاداء على مستوى، ولكن هذه المرحله هذه انا هذه ماشي هذه غير بين قوسين، هذه المرحله اعتقد بانه هذا النونيب اللي جالسه بيها تستغل الماء ديالها فلان فابور، علاش ما نحملوهاش المسؤوليه ونديروا معها شراكه؟ لان واحد الوقت المجلس السابق كان بغى يدير واحد الشراكه بين الجماعه والجمعيات ديال الماء والجماعه باش هما يتحملوا المسؤوليه ديال القنوات وديال الاشراف وديال والجمعيات تكون تسيير في محلي، ربما كان المشروع على واش وصل ولا ما وصلش على اي. فالدوره الاخيره المجلس استدعى مالي نونيك ومن بين المآخذ والانتقادات اللي توجهت لهذه المكتبة هو أنه ما تيوفرش الماء الشاروب لمالين أفرار بالمقارنة مع الجمعيات ديال الماء اللي هي جادة وحلت واحد المشكل ديال واحد ربما الثلثين ديال الساكنة في المنطقة السقوية. ووعدنا هاد الناس هادو لأنه ما جاو تيجيبوا الماء ديال الودان، أي واحد يجيب كجمعية نعطيك ديال الماء الودان دير به العجل في الدوار ديالك، ولكن هما جاوا ما حفروش الابار، ووعدوا بانه غادي يحفروا ابار باش يخفوا على بين الودان، بل اكثر من ذلك غادي يبنيوا واحد الحوض ولا سهريج اللي يكون اكبر سهريج تيقولوا على مستوى الجهه لتخزين المياه للطوارئ بحال هذه المرحله اللي كان فيها الغيث وكندا، وهذا وعد نتمناو ينجح ونتمناو يخرج للوجود باش هذا الماء نتمناو اخر المطاف باش غنقولوا الله يغيثنا. هادشي كله هاد السياسه وهادشي الهضره الله يغيثنا، لان الله الحل عند الله ماشي عند السياسه ولا عند العدالة. شكرا. لا باقي هذه باش وضحيه السؤال اللي طرحت السي سامي وضيح لا دقيقه ان شاء الله غير الاخوان اللي بغيت نوضح على المالي اللي تشوفوا في القناه الجايه راه نقول لك فتره السقف راه لما تيسلق يتسلق الى بطريقه رسميه هذا المالي تشوفوا خارج اوقات الصغار يعني كما قلت لك الماء مخلوط مليوح تيمشي لام ربيع وما يصلح حتى للقنوات ديالنا ديال 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 بوتاغوت في التحول الجماعي لانه هو عامر غيزي اللي فيه غادي يعني التجهيزات ديالنا غادي تخرج عليه يعني راه ملي تيطلق الماء فترات يعني رسميه يعني السلطات تيتعلموا كلشي في كوارهم كلشي تيستافد
بنفس بحال فلاح صغير بحال فلاح كبير. وبالنسبة على ما أظن الفلاح الكبار اللي بسام يعني هو كلا البريميتر الأخضر ديال الصوت وقيلة عام هذه ما استفدوش استفدنا حنا وما استفدوش لأن الماء ما كاين يعني لا هذه تقريبا سنة 30 تقريبا 30 هذه ما أكثر ما هبطت الحوز ديال الصوت يعني هذاك الشيء الماء اللي تيتعطى الكمية يلا تتكفينا حنا باش نديرو لك انطلاقة نتسناو الرحمة ديال مولانا كما قال السي صالح في ما دخل شي 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 قطره يعني تتحول تعطي يعني تبراسي لوكاليزي هذوك الحصص المائيه في الاوقات ديال حساسه للزراعات والحمد لله راه تنوصلوا للفلاح البر الامان لا في الزراعه الشمندر لا الحبوب لا الاشجار نتمنى ان شاء الله نرجعوا للايام اللي هي الخير ونقول لكم واحد القضيه ونأكد عليها راه هذه الازمه راه الجابوني راه اليابانيين اربع المرات راه تيخلقوا ازمات اكسبري باش يوجهوا حلول حنا في هذه الازمه هذه نكونوا على يقين بان راه غادي نخرجوا منها اقوياء وخرجنا بحلول زعما اللي غتكون في الصالح ديال هذه الماده الحيويه اللي هي الماء ولا في الصالح ديال الفلاحه والفلاح ديال الشخص. شكرا فريمون هذا الموضوع اللي هو موضوع غني بزاف ما كافيهش ساعه كنتسوا على النقاش انا كيف ما قلت السيد رئيس الدائره ولا قدرت اخواني نقول واحد الدراسه خاص بالتغير المناخي نظرا للعلاقه الوطيده ما بين الكثافه ما بين التغير المناخي وايضا الضرر اللي كيسال شنو احنا في عندنا في اخويا هنا بالنسبه للشعب في المياه دونك هذه العلاقه هذه اللي هي علاقه ايكيفالونت ما بين التغير المناخي وندره الماء نخصوا لها شي نهار ان شاء الله ونقوم بالدواء تجربي باش هاد الاخوان راه كاين شي واحد متدخل واحد ولكن نظرا لضيق الوقت كنعتذروا لهم اذا قبل الختام كل واحد مجموعه من الشوارع تقدر الاخوان اللي هما حاضرين